فالحمد لله النهارده تاني يوم في البطوله، البطوله ماشيه على ما يرام، والحمد لله ما فيش اي مشاكل في البطوله. هنتكلم على لعيبه النادي الاهلي، الحمد لله كل اللعيبه الحمد لله بنسبه 90% كسبانين اول يوم وكسبانين تاني يوم الحمد لله. احنا عارفين النهارده تاني يوم في الادوار التمهيديه في البطولات كلها اللي هي المراحل السنيه بتاعتنا 11 سنه و13 و15 و17 و19 سنه، ودي تعتبر مراحل الناشئين والناشئات بخلاف بطوله الرجال عمومي وسيدات عمومي. طبعا زي ما قلنا عندنا الحمد لله مصنفين، لكن النهارده لسه ما بيلعبوش، مستنيين النهارده يخلصوا الادوار التمهيديه، وان شاء الله من يوم الاثنين والثلاث هيبقى الادوار الرئيسيه باذن الله ان شاء الله. انت عارف احنا السكواش لعبه فرديه، فاللاعب طبعا بيبقى الحاله النفسيه والبدنيه في اليوم اللي هيلعب فيه بتتوقع فيه النتائج، لكن المتوقع ان شاء الله احنا نحصل على مش اقل من 10 كوس ان شاء الله. احنا بمرن تحت 11 وتحت 13، فالحمد لله السن ماشي كويس، وعندنا الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش حد خسر من النادي الاهلي، فعشان ده تاني يوم ولسه احنا في بدايه البطوله. لا طبعا صعب عشان في عدد كله نازل السعوديه لبطوله الجمهوريه، فكله بينافس في البطوله ديت عشان خاطر الرانك، فيظبط الرانك بتاعه لبطوله الجمهوريه ان شاء الله. في مصطفى عسل تحت 17 سنه ان شاء الله اول، وفي ياسر بعادل السيدات اول، وفي كريم سامي بطل العالم عندنا، في اسامي كبيره كده في نادي الاهلي كتير طبعا. طبعا الحمد لله احنا السنه دي عاملين بطوله، ودايما بطوله الاهلي بتبقى بطوله مهمه جدا جدا عند كل الناس وعند كل انديه مصر على مستوى الجمهوريه. انت عارف النادي الاهلي اكبر قلعه رياضيه في الوطن العربي وفي افريقيا كلها، فكل الناس بتبقى مهتمه ان هي تشارك في بطوله الاهلي. يمكن احنا معديين ال1000 لعيب البطوله دي، فعندنا عدد كبير قوي من اللعيبه المشاركه على مستوى الجمهوريه، كل ابطال مصر موجودين عندنا في البطوله مهتمين ان هم يكونوا موجودين معانا، والحمد لله احنا البطوله ناجحه حتى الان الحمد لله. لعيبتنا كلها الحمد لله ماشيه كويس لحد دلوقتي، كل لعبتنا كسبانين الحمد لله، عملنا فترة إعداد كويسة استعدادا للبطولة، وبأمر الله ربنا يكرمنا إن احنا نحصد أكبر عدد ممكن من الكؤوس في البطولة إن شاء الله بأمر الله. احنا عندنا منظومة متكاملة بقيادة كابتن ناصر زهران، طبعا كابتن ناصر زهران مدرب عالمي على يعني على دراية كاملة بكل الأمور اللي تخص الاسكواش فنيا وبدنيا ونفسيا وكل حاجة. عندنا طبعا دكاترة نفسيين موجودين، كان قعدنا شهر أو شهر ونص نتمرن مرتين في اليوم، اللعيبة كلها كانت بتتمرن، كنا بنقضي نظام يوم كامل زي اليوم الكامل في النادي. اللعيبة بتيجي هنا تتمرن فتنس الصبح وتفطر في النادي وتخلص تدخل تتمرن بعدها سكواش، تخلص تلعب تيم تريننج بالليل، فكانوا لمدة شهر أو شهر وزيادة اللعيبة مقيمة في النادي الأهلي في سكواش النادي الأهلي يعني. الحمد لله النهاردة لعبت ماتش كويس، كان كسبت 3-0، وعندي بكرة ماتشين إن شاء الله. كسبت اول ماتش هيبقى عندي بكره بالليل، بطوله كويسه يعني ان شاء الله احقق فيها مركز كويس. النتيجه النهارده كانت 3-0، الحمد لله كسبت، كنت بلعب كويس، وعندي الحمد لله يعني عندي باقي ماتشات ان شاء الله ان شاء الله اكسبها، من الماتشات مش جامده قوي. كنت بتمرن كتير في اليوم، كنت عشان البطوله دي لازم اخد فيها مركز، كنت بتمرن مره فيتنس ومره سكواش وبمشي، ان شاء الله هحقق مركز اول.